في البداية نحن على دراية بتصريحات الصين بشأن هذا المنطاد، ونعلم أن هذا هو منطاد مراقبة، ولا نأخذ في مزيد من التفاصيل هذا الأمر لأنه بكل بساطة هو انتهاك الأجواء الجوية الأمريكية، وهذا بالطبع غير مقبول، ولكن سوف نتابع هذا الأمر على كل المستويات فيما يتعلق بالموقع المحدد. بالطبع لن أخوض في مزيد من التفاصيل، ولكنه هو يطير على في الأجواء الأمريكية. هل هناك أي سؤال آخر؟ مع الأشخاص يتطلعون لاستقبال أي توجيه بشأن هذا المنطاد؟ المنطاد يتم تقييمه بنحو على بعد 6000 قدم، أي أنه يطير في مدى أكبر وأكثر ارتفاعا من الطيارات التجارية والمدنية، ولكن نحن على دراية، والكاميرات التجارية بالطبع أظن يتعذر عليها مراقبة الموقع المكاني هذا المنطاد. هذا بالطبع يجب أن يتم مراقبته عن كثب، ونحن نقيمه، وهو الآن لا يشكل أي تهديد كما ذكرت في كلمتي على الأشخاص على الأرض. جينيفر تفضل. من يتحكم ومن يسيطر على هذا المنطاد الآن؟ مرة أخرى نحن نعلم أن هذا هو منطاد صيني، بخلاف ذلك لا أرغب في أن أذكر أي معلومات. نحن نعلم أن هذا يطير في الأجواء الأمريكية، وهو لم يعد الآن فوق الأراضي المونتانية. هل هناك ماذا عن الحركة المستقبلية لهذا المنطاد؟ هل جينيفر بالطبع لن أخوض في مزيد من المعلومات الاستخباراتية بشأن هذا المنطاد. نحن نعلم أن هذا هو منطاد صيني ولديه القدرة على المناورة، ولكن سوف أقف عند هذا الحد.